علينا واحد السورة بالقراءات العشر. طيب أيوة. قرأت فاتحة. يلا. فاتحة إلى ألف لام ميم ذات كتاب لا ريب. وبعد القراءة إن شاء الله أحاول أن أشرح. طبعاً قراءة العشر عندما نقول قراءة العشر هؤلاء القراء بمثابة المحدثين بمثابة البخاري ومسلم حتى نفهم يعني ما معنى القراءة ما معنى ورش. كثير من الناس لا يفهم ورش رجل اسمه ورش واسمه عثمان ابن سعيد أبو عثمان أبو سعيد عثمان ابن سعيد. من هو هذا من المغرب هذا؟ لا لا من مصر. الإمام ورش عثمان بن سعيد ومن مصر رحل إلى المدينة من أجل أن يأخذ القراءة من الإمام نافع، والإمام نافع كان إماما في المدينة في القراءة وكان معاصرا للإمام مالك، فالإمام مالك أخذ القراءة عن نافع والنافع أخذ الفقه عن مالك. طيب هذه القراءات، القراءة الواحدة هم رجال أئمة في القرآن نقلوا كانوا متخصصين في النقل الصوتي، كما أن المحدثين متخصصين في نقل الحديث، هؤلاء متخصصون في نقل القرآن والآخرون متخصصون في نقل الحديث. فهذه القراءة يعني قراء كثر لا أعلم عددهم إلا الله، لكن الأئمة الذين جاءوا بعدهم اختاروا هؤلاء العشرة أول شيء لكثر غزارة علمهم، وثانيا لتفرغهم للإقراء لتخصصهم. فالتخصص ليس فقط في هذا الزمن، التخصص بدأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عندنا متخصصون لتخصصهم في القراءات ولتفرغهم لها ولإتقانهم لها ولإقرائهم، للناس كثير من الناس أخذوا عنهم القراءة، فاختاروا هؤلاء العشرة من بين مئات القراء، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة، كانوا من الزهاد، كانوا من الناس الورعين، كانوا من الأتقياء مع العلم مع غزارة علمهم، فالناس اختاروا هؤلاء العشرة. هؤلاء الأئمة كلهم كانوا من التابعين ومن تابع التابعين، كانوا في الأجيال الثلاثة الأولى، وبعضهم كان في القرن الثالث الهجري، لكن معظمهم كانوا من في القرن الثاني الهجري، معظمهم ماتوا في القرن الثاني الهجري. في الإمام نافع مثلا توفي سنة 169 للهجرة، ولد سنة 70 للهجرة وتوفي 100 سنة و 169، كم عاش؟ 99 سنة ما شاء الله. وقالون ولد 120 ومات 220، قالون هو اسمه عيسى بن مينا، كم عاش؟ 100 سنة. الله أطال أعمارهم من أجل أن يعلموا القرآن، الله بارك لهم في أعمارهم حتى تستفيد منهم الأمة. فهؤلاء القراء العشرة كل واحد له كثير من الرواة، كثير من الرواة، والأئمة اختاروا لكل قارئ أحسن راويين من باب الاختصار، لأن الروايات كثيرة حتى لا يعقدوا على الأمة، فاختاروا لكل قارئ راويين أتقن الراويين وأورع الراويين وأزكى الراويين، فاختاروا لنافع إمام المدينة اختاروا له راويين وهما أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بورش شدة بياضه، واختاروا قالون اسمه عيسى بن مينا، وقالون باللغة الرومية معناه جيد، كانت قراءته جيدة، فقال كان يمازحه نافع قل قرأ قالون يعني يا جيد، فلقب بقالون، فكان لقالون أحب إليه من اسمه وهو عيسى بن مينا. ونافع رحمه الله عندما كان يقرأ كان الذي حضر معه يشم منه رائحة المسك تخرج من فمه، فسئل هل تتعطر قبل الإقراء؟ قال لا أتعطر، إلا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في يعني يقرأ في فمي. فذلك الإمام الشاطبي رحمه الله أول من بدأ بالقراء العشرة هو نافع، قال فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة. فإذا النافع عنده ورش وقالون، هذه الراوية رواية موجودتان والمقروء به ما إلى يومنا هذا في المغرب العربي، وورش كان مصريا يعني قصر المصريون في روايته وأخذها المغاربة. طبعا من مصر انتقلت إلى الأندلس ومن الأندلس دخلت المغرب العربي. ثم عندنا كذلك القارئ الثاني هو ابن كثير، عبد الله بن كثير عنده راويان القنبل البزي وقنبل. ثم القارئ الثالث هو أبو عمرو البصري عنده راويان السوسي والدوري. السوسي مش من المغرب من سوسة ولكن من العراق من الكوفة، وإذن السوسي والدوري. ثم ابن عامر الدمشقي عنده راويان هشام وابن ذكوان، وعاصم صاحبنا الذي قرأ به قبل قليل الشيخ إبراهيم، عاصم عنده راوي روايتين رواية حفص ورواية شعبة، فهو قرأ برواية شعبة
وإذن هي قراءة عاصم، إذن قراءة عاصم من رواية شعبة وقراءة عاصم من رواية حفص. إذن مجموع الروايات كم عندنا؟ شوف هل أنتم منتبهون أم لا؟ 20 رواية، لأن أقول كل قارئ له راويا، 10 قراءات 20 رواية. درستم الماتيماتيك؟ نعم. طيب إذن هذا لله. فطيب الآن إن شاء الله أحاول أن ووصلت عند عاصم، ثم بعد عاصم القارئ السادس هو الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، ومن أيضا من القراء العشرة، عنده روايتان أيضا، رواية خلف وخلات. فقرأ بقراءة حمزة من رواية خلف أو بقراءة حمزة من رواية خلات. وثم الكسائي وهو القارئ السابع، الكسائي عنده راويا كذلك أبو الحارث والدوري. ثم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، كان من في المدينة أيضا مع الإمام نافع، بل هو من شيوخ نافع. نافع أخذ عن أبي جعفر وأخذ عن 69 آخرين. الإمام نافع أخذ القرآن عن 70 من التابعين، حتى تنظروا لهم يقول يكفي يتعلم القرآن عن واحد، لا أخي، ويريد أن يتقن، يريد أن يزداد، أن يستزيد. حتى قالوا بقي مع نافع يقرأ عليه القرآن 20 سنة، فقال له خذ السرية وأقرئ الناس إلى متى تقرأ أنت؟ قال له يكفيك يعني 20 سنة القراءة الآن، اجلس وعلم. فأمره بأن يعلم بدل أن يبقى دائما هو يقرأ عليه. إذن الإمام الكسائي، وبعد الكسائي أبو جعفر القارئ الثامن. وأبو جعفر أم سلمة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين، مسحت على رأسه ودعت له، فكان إماما في القرآن والحديث. ثم بعد أبي جعفر القارئ التاسع هو يعقوب الحضرمي. أبو جعفر كذلك له راويا، ابن جماز وابن ابن وردان وابن جماز. ثم القارئ التاسع وهو يعقوب، عنده راويا رويس وروح. والقارئ العاشر خلف البزار، له راويا أيضا إسحاق وإدريس. إذن هذه 20 رواية. عندما يختلف الراوي الأول مع الثاني ننسب إلى الراوي، نقول قرأ قالون وهو، وقرأ ورش وهو، فننسب إلى الراوي، لأن كلاهما قراءة نافع، وهو قراءة نافع، وهو عندما يتفق قالون مع ورش لا ننسب إلى الراوي، ننسب إلى من هو أعلى منه، فنقول قرأ نافع مليكي. يعني هذا مصطلح عند واحد إذا فتح تحب يطلع على كتب القراءات يفهم، إذا قرأ ما قرأ نافع معناه ورش وقالون، فما نافع يدخل تحته ورش وقالون، فنفهم أن هذه مليكي، حتى لا يفتح الإنسان مصحف القراءات يقول قرأ فين ورأيت ورش، لم يذكر ورش، لماذا؟ لا، يعني لأن ورش يدخل مع نافع. طيب الآن أقرأ إن شاء الله الفاتحة بهذه القراءات العشر. طيب هناك بعض طبعا هذه القراءات العشر من طريقة الشاطبية والدرة، أما من العشر الكبرى فهي أوجه أوسع، الوقت ربما لا يسمح لنا حتى أقرأ فأقرأ من طريق الشاطبية والدرة. قراءات العشر الصغرى تسمى، والعشر الكبرى هذه القراءات والرواية نفسها مع أوجه أكثر. نعم، حاول إن شاء الله الفاتحة حتى لا أطيل عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ضالين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم هذه الفاتحة مع بداية البقرة يعني لماذا قرأت بداية البقرة لأن هناك من لا يبسمل قل الضالين ألف لام ميم هل في تكرار هل كررت شيئا لا ليس في أي تكرار كل ما أعدته في وجه يختلف فأحيانا عندك صراط بالصاد ما عليهم عندك صراط ما عليهم وعندك صراط ما عليهم فكل ما أعيد فيه فرق إما في صراط ما عليهم هذا وجه في صراط ما عليهم وعندنا صراط ما عليهم وكذلك عندما أقول عليهم كان عليهم وعلى الضالين ألف لام بدون بسملة كان البسملة وكان السكت فكل ما أعيد هو تغيير ووجه غير الوجه الذي سبقه ليس هناك وجه واحد مكرر كل شيء أعدته هو يخالف ما قبله ويخالف ما بعده فكل هذه الإعادة لو لاحظت جيدا تجد فرق إما الصاد والسين هناك من يقرأ صراطة هناك من يقرأ سراطة بالسين واللي يقرأ سراطة كان قسمان كان قنبل يقرأ سراطة ما عليهم وكان رويس عن يعقوب يقرأ صراطة ما عليهم ورويس عندما يقرأ عليهم عنده بين السورتين الأوجه الثلاثة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وعنده السكت بدون بسملة ولا الضالين ألف وعنده الوصل بلا بسملة عليهم ولا الضالين ألف فمرة نجيب هذاك السكت والوصل مرة نجيبه على السين مرة نجيبه على الصاد وكذلك اللي يقرأ إذن كان صراط ما عليهم وكان صراط ما عليهم وزراطة ما عليهم لأن حمزة وحده يقرأ زراطة زراطة كين خلف وخلاد حمزة في روايتين خلف عنده زراطة خلاد عنده صراطة بالصاد أما الأولى يهدينا الزراطة لخلف وخلاد كلاهما الزراطة فمثلا رواية خلف خلاد اهدينا الصراط المستقيم صراط
فكيف يعني واحدة الزيرات؟ نعم واحدة الزيرات واحدة الصيرات. ليش الزيرات والصيرات؟ لأن الأصل الكلمة هو بالسين، سرطة سرط الطريق straight يعني. إذن السين والراء والطاء، لكن بعض العرب يفخمون الصاد لأنها قريبة من الطاء، والراء مفخمة فالمجاورة صراطة. هناك منطقها صراطة لغة عربية فصيحة، والقرآن أيضا الله أذن أن يقرأ بهذه اللغة. هذه فقط صراطة إلى آخر آخر. ثم عندنا ما الفرق الذي لاحظتم أيضا؟ أيوة عليه مو يزيد الواو، عليه مو غيري، هذه اسمه الصلة، صلة ميم. هذا الوجه موجود عند مجموعة من القراء، موجود عند هذا وجه، قالوا عنده وجهان، عنده عليهم غيري مثل ورش وحفص، وعنده وجه ثاني وهو عليه مو غيري، كان يوافقه قنبل، يوافقه لا ابن كثير كله قنبل والبزي ابن كثير، ويوافقه أبو جعفر، فهؤلاء الثلاثة يقرؤون عليهم بالضم. هناك من يقرأ عليهم وهي قراءة حمزة ويعقوب، قراءة حمزة ويعقوب عليهم وهي قراءة صحيحة، وبعض الناس تقول عليهم يقول لك عليهم يستثقل عليهم الكسرة، والأصل في الهاء هو الضم، نقول أكرم هو ولا نقول أكرم هي، لكن الهاء إذا سبقت بكسرة تكسر تخفيفا علي عليهم، إذن إذا سبق بهم إذا سبقت بكسرة بهم أو بياء ساكنة عليهم فحتى تكون مناسبة، لكن يجوز إبقاؤها على الضم كما هي فعليه. فلذلك نقرأ في رواية حفص عليه الله ومن أوفى بما عهد عليه الله عليه، لأن الأصل هي عليه تكسر فقط تخفيفا عليه، وهي لغة اللغة الشائعة هي الكسر، لغة الجمهور هي الكسر عليه. نعم الأخطاء منها الأخطاء الكبيرة تسمى لحن الجلي، وهذا يعني موجود بقلة عند المسلمين الحمد لله. لحن الجلي ما هو اللحن الجلي؟ الخطأ الكبير هو الذي يغير الحرف أو الحركة، يغير الحرف أو يغير الحركة، هذا هو اللحن الجلي، وهذا قليل بحمد الله عز وجل عند المسلمين. مثلا واحد يقول مالكي يوم الدين، هذا لحن جلي لأنه زاد الياء، هي مالكي يومي، فإذا قال مالكي يومي أو يقول إياك نعبد وإياك هذا لحن جلي لأنه زاد الواو، فهذا تغيير الحرف أو تغيير حرف بحرف. مثلا هناك هذا شائع عندنا أيضا عند أهل المغرب العربي، فثم فثم وجه الله، هناك من يقرأ وفتم، هذا قبيح، تم بمعنى كان ناقصا فتم، لا فثم بمعنى هناك. الخطأ الثاء في التاء هذه أيضا من الأخطاء التي يخطئ فيها الناس كثيرا، سواء من يقرأ بحفص أو من يقرأ بورش، تغيير الحروف الثاء بالتاء. وكذلك أحيانا التاء صراتة 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 الذين، وبعضهم يقولون ألعمت وهي أنعمت. لذلك عند إخواننا طبعا هذا لحن جلي خفي، مش خفي يعني لحن ظاهر جلي، وفي ذلك عند الإخوة في إيطاليا الهيئة الإيطالية للقرآن الكريم، الحمد لله يعني رئيس هذه الهيئة والأمين العام انضموا للهيئة الأوروبية للقرآن الكريم، عندهم اسمها مشروع تصحيح الفاتحة، أول يعني أي مشروع تصحيح الفاتحة، فيعني وسعوا النطاق ويجتهدون في كل مساجد حتى يصححوا الفاتحة عند الناس، وهو مشروع عظيم. وأنا زرتهم في الأسبوع الماضي، زرتهم قمت بدورة مكثفة وكانت التركيز على تصحيح الفاتحة فقط، وإنجاز لهذا المشروع الذي بدأ، هو مشروع عظيم يعني لو ننطلق نحن في مشروع تصحيح الفاتحة هذا يكون شيئا كبيرا إن شاء الله. أخطاء هذه في أخطاء الأخرى يعني خلط، أحيانا يقع الخلط بين الروايتين، فيحسب واحد يقرأ بحفص يقول يحسب، أو العكس واحد يقرأ بورش ويقول يؤمنون، هي يؤمنون بورش، أو يقول مثلا الأعلى أو يقول الأرض مثلا، فهذه أخطاء خلط بين روايات. هذا لا بالنسبة لعامة الناس يعني ترك الأكمل ولا شيء عليه، لأن حتى يدرك الإنسان ويقرأ القرآن، فالأرض قرآن والأرض قرآن، لكن لو استطاع أن لا يخلط هو الأفضل، لأن هذه في إنسان يأتي برواية غير موجودة، يأتي برواية غير لا هي حفص لا هي ورش، يعني كلمة بورش وكلمة بحفص فلا تضبط لا على ورش ولا على حفص، رواية هرش أو حفش. نعم.
فيعني هذا ينبغي ان، لكن الانسان اذا لم يتعمد هذا لا شيء عليه وينبغي. اما بالنسبه للعالم بالقراءات وعنده علم بالقراءات هذا عيب في حقه ان يخلط بين الروايات، ينبغي ان ينتبه وان لا يخلط بين الروايات. وابن الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تكلمت عنه قبل قليل قال اذ يكره التخليط او يعاب والاكثرون الحرمه الصواب، قال يكره التخليط او عيب، لكن قال ولكن الاكثر الائمه يقولون بالحرمه. لماذا؟ لانه اتى بشيء بقران لم يروى، لم يرويه احد من الثقات، فجمع بين روايتين. ويكون اشد تحريما لو افسد المعنى. مثلا وكفلها زكرياء، فلا يصح ان يقول وكفلها زكرياء، وكفل هذا كفل فعل، زكرياء هو الفاعل، يعني زكرياء هو الذي تكفل بها. فإذا قال زكرياء يجب أن يقرأ وكفلها زكرياء، وكفلها الله زكرياء، يعني جعل الله زكرياء يتكفل بها بمريم، فلا يجوز خلط بينه. أو مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم تلقى كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة ابن كثير، يعني الكلمات هي التي تلقت آدم، يعني هذه الكلمات جعلت سببا لتوبته وسببا لمغفرة الله له، هذه الكلمات التي قالها هي التي تلقته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فلا يصح أن نقول فتلقى آدم من ربه كلمات نرفع الاثنين، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، فلا بد أن يكون النصب مع الرفع والرفع مع النصب، فهذا لا يجوز فيه الخلط. وفي أخطاء، أما الأخطاء الخفية فهي كثيرة جدا ولا يسع المجال لذكرها. هناك قاموس للدكتور إيمان سويد في كل حرف بعد كل الصفات والمخارج يذكر كل الأخطاء في كل حرف، حرف الأخطاء في الحرف المد والأخطاء، فلو بقينا للصباح لا أخطاء عباد الله ما شاء الله، الناس كثر المسلمون عدد كبير، كل واحد له أخطاء إلا من أتقن وتدرب حتى صحح هذه الأخطاء. نعم ويعني نعم طبعا إذا كان يعني إذا إنسان كان إذا كان عنده اللحن الجلي تعمده ولا يريد نصحه وقادر على صحته يكون آثما، يكون آثما، وعند أكثر الفقهاء نصلته ولا تصح لأنه قادر على صحيح الخطأ في الفاتحة ويوم الكتاب ولم يقدر صلاته غير صحيحة عند أكثر الفقهاء، ولكن هذا بالنسبة له. أما بالنسبة لمن وراءه صلاتهم صحيحة، يعني لو كان الإمام الحمد لله إمامنا قراءته جميلة قراءته متقنة، لكن لو كان إمام فرضا لا يتقن القراءة، مثلا واحد من الناس قدم وصلى بهم، الإمام غايب جاء متأخر، واحد قدم صلى شاف الإمام ما كانش وبدأ يخلط في القراءة، وطبعا هو اللي من وراءه لا شيء عليهم، هو الخلل هو يتحمل خطأ، خطأ الإمام يتحمله وحده، هو لا يتحمله غيرهم. الرسول قال فإن أصاب فله ولكم وإن أخطأ فعليه ولكم، يعني عليه الإثم ولكم الصلاة الصحيحة. هذا والله أعلم. مرة واحد هذه في ديجون أحد الإخوة حكى لي، يعني أخونا جاء شارك في دورة اسمه خليل، قال لي باه كان حافظ قرآن، هو في ديجون حافظ قرآن ومشى متأخر الصلاة، والناس ما كانش الإمام، كان غايب الإمام في ذلك اليوم، فتقدم واحد من الناس صلى بهم، فالما قال ولا الضالين آمين، يعني بغى يصلي شي صورة كبيرة عليه، يعني يكفي يصلي المنش راح ولا يقول هو شدال، فشنو بدأ قال ولا الضالين آمين، بعد قال كها يا عاص كها يا عاص ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا الإمام حافظ قرآن ماذا يفعل؟ قال خلاص نخلي حتى يكمل الصلاة ونتفاهم معه. بعد الصلاة قالوا يا أخي كيف قرأت كها يا عاص، هذه الكلمة لا تقرأ هكذا، كاف ها يا عين صاد، كما قلت لكم في الدرس هنا لا ننطق الحروف، لا ننطق الحروف، لا نقول كها يا عاص، وإنما ننطق أسماء الحروف. ما اسم الحرف الأول؟ اسمه كاف، فننطقه كما هو، ننطق مثل ما نقول زاد، زاد هو اسم الحرف، الحرف الزاي وأو والدي يتغولت، لكن اسمه زاد، لكن ننطق ز، ننطقه ز، زا، زو، ز، هذا زاد، اسمه زاي أو زاد، فهنا في بعض الحروف ينطق اسمها كاف، الحرف الثاني ها، ويقال ها ويقال ها بدون همزة، لكن القرآن ورد بدون همزة، ها، يا عين، هذا الحرف اسمه عين يقرأ كما هو، صاد، فهو قرأ الحروف المنطوقة مثل ألم ترى، ما قرأ الحروف المكتوبة،
هو ما لم يقرأ أسماء الحروف. فقالوا لا، ليس لا تقرأ كذا، كاف هاي عين صاد. قالوا جيب المصحف، جيب شوف فين كاف، فين هذه الفاء، وري لي الفاء كاف فين، وعين فين، النون فين، الياء. فما قدرش يقنعه. هو قال له الحمد لله أنك صليت صليت بسورة مريم، لو قرأت بسورة الرعد كيف غادي تقرأها؟ قالوا غادي تقرأها آل امرأة، لأنها مكتوبة آل امرأة، هي ألف لام ميم امرأة. قال الحمد لله. وهذه رويتها بسندي، حدثني خليل من ديجون عن والده عن المصلي الذي صلى بالناس.